شارك وفد الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب في الاجتماع الدوري 12 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية والشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، والذي ترأسه معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية. وقد اطلع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية على مذكرة الأمانة العامة بشأن النظام الداخلي للجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وقرروا اعتماد مشروع النظام الداخلي للجنة. استذكر أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية قرارهم في الاجتماع الدوري 6 بشأن تخصيص موضوع معين في كل اجتماع دوري يناقش فيه الشأن الداخلي المشترك الذي يلامس هموم المواطن الخليجي، وتقرر اختيار موضوع دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2019. تهدف مشاركتنا إلى تعزيز وتوثيق الروابط بين المجالس الخليجية، وأيضا توثيق الروابط بين الشعوب الخليجية. ومن أهم الأهداف توحيد المواقف والرأى في المحافل البرلمانية والدولية، وأيضا السعي لوضع تشريعات ومقترحات تتوافق مع الأهداف لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. بداية أنا نعتبر هذا الاجتماع هو من أنجح الاجتماعات لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس البرلمانية في دول مجلس التعاون، من حيث شمولية الحضور والمواضيع المطروحة على بساط البحث، وكان من ضمنها أيضا الموافقة على مقترح مجلس الشورى العماني فيما يخص دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. قد شمل الاجتماع كثير من المواضيع التي تهم دول الخليج، قد خرجت بكثير من التوصيات والتي سوف ينظر فيها في الاجتماع القادم إن شاء الله.